بس طبعا جماعة الحوثي يعني جماعة أنتجتها فكرة انتقام جغرافي. يعني مشكلة اليمن الحقيقية، أنا قلت جغرافي اليمن هي التي تثير النزاعات يعني وتخلق الجماعات. جماعة الحوثي ليس لديها، بالفعل ليس لديها ما تخسر، يعني هي دخلت منذ أن يعني أسقط حافظ رب منصور في حرب مع السعودية ومع الإمارات ومع دول الخليج، يعني حلف السودان دخلت على الخط، مصر كانت تدعم بحرين وإلى آخره، ولم يستطع أحد أن يفعل لها شيء لأن إمكانياتها الحقيقة يعني هي تحارب بعقل إيراني أستاذ أحمد، يعني بالأساليب الإيرانية، المسيرات، تطوير، كلها الصواريخ التي طورت أيضا باليمن هي في الغالب يعني شاهد وغيرها، يعني صواريخ إيرانية، بركان. فهي يعني جماعة تمسك بزمام الأمور في الداخل، في داخل منقسم وداخل مدمر، يعني يمكن هي الجهة المنظمة الوحيدة التي تحظى بحضور شعبي في الداخل اليمني. أكثر تنظيما هي الحركة الحوثية في هذه اللحظة، يعني أكثر من الإصلاح وأكثر من المجاميع الجنوبية وأكثر حتى من التنظيمات الكلاسيكية اللي كانت موجودة في منطقة حضرموت وغيرها، ويعني التجمعات الكلاسيكية القبلية. فالحوثيون يعني منذ 91 92 منذ مقتل، يعني منذ أن طرحت دعوتهم وكان قائد حسين الحوثي، وحتى يومنا هذا هم لم يتغير شيء. يعني هم قادوا 6 حروب مع علي عبد الله صالح استاذ احمد، 5 منها وهي السعوديه المشتركه كانت، ثم دخلوا بحرب مباشره مفتوحه مع كل الدول الخليجيه، ثم الان يدخلون يعني يستخدمون، يعني انا قلت لحضرتك تكنولوجيا الطائرات المسيره مرعبه، هذا سلاح اشارت له الصحافه الامريكيه ومراكز البحوث الاستراتيجيه، هذا امر، هذا سلاح استراتيجي غير المعادله. حضرتك أكثر يعني حلقاتك على الحرب في أوكرانيا أستاذ أحمد كنت تطرح فكرة التحول الذي حصل في المعركة بعد دخول الطائرات المسيرة الإيرانية، يعني هو سلاح مؤثر جدا في هذه اللحظة، سلاح يقترب أن يكون سلاح استراتيجي. فالحوثيين يملكون هذا الأمر، يملكون حضور في الداخل، ماذا ستفعل لهم الولايات؟ تقصفهم، هم يوميا ينقصفون، يعني ماذا سيؤثر عليهم؟ ولذلك، ولكن الحوثيين عندهم عهد، يعني بمعنى هم حددوا المسارات، يعني اذا توقفت الحرب في غزه لن نستهدف السفن، اذا لم تشترك الامارات والسعوديه بهذا الحلف لن تستهدف المصالح السعوديه والاماراتيه. يعني انا اشاهد ان هم يلتزمون يعني بعهودهم، انا لا اروج طبعا للحركه الحوثيه، ولكن اقول كمراقبه كتحليل، فإذا توقفت الحرب في غزة يعني ضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب، أنا أعتقد ممكن أن تنتهي غزة.